ينضم إلينا من مدينة كهرمان مرعش رئيس قطاع الإغاثة والمشاريع في الجمعية الكويتية للإغاثة الأستاذ محمود المصباح. يعطيك العافية أستاذ محمود وأجزاكم الله خير. بداية، كيف تسير عملية الإغاثة مع مرور يعني 10 أيام على وقوع الزلزال واستمرار الهزات الارتدادية في عدد من المناطق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم والسادة المشاهدين. لله الحمد، يعني الجمعية الكويتية للإغاثة منذ يعني حصلت الكارثة على إخواننا في تركيا وسوريا تبعت هي والجمعيات الخيرية الكويتية وقامت بدورها الأساسي وهو التشاور والتعاون مع الجمعيات الشريكة في الكويت في تحديد الاحتياجات والأولويات والوقوف على مدى الحاجة اللي يحتاجون إخواننا في سوريا وتركيا. تم تحديد هذه الأولويات عبر الجمعيات والمنظمات الدولية الشريكة لنا في تركيا وفي سوريا، وتم تحديد الأولويات وتم تدخل السريع. منذ ذلك الوقت إلى اليوم قمنا في توزيع الخيام والفرش والسلات الغذائية الجاهزة والوجبات الجاهزة والبطانيات، واليوم احنا قاعدين نجهز ثالث طائرة إغاثية محملة في البطانيات والحفاضات والحليب للأطفال والمواد الطبية. وإحنا اليوم أمس وصلنا طائرة، واليوم إحنا نجهز الطائرة إن شاء الله غدا بتكون توصل في مطار غازي عنتاب. طيب أستاذ محمود، يعني من خلال تواجدكم في كهرمان مرعش مركز الزلزال، ما هي المواد التي ترون أنها ملحة وضرورية ويعني حاجتها ضرورية لدى المنكوبين الآن؟ وأيضا هل هناك خطط وتنسيق مع جمعيات إغاثية أخرى من أجل هذه المواد الملحة؟ طبعا السبب الرئيسي لزيارتنا أنا والمهندس جمال النوري رئيس لجنة الإغاثة في الجمعية الكويتية للإغاثة هو للتشاور والبحث عن نطاق التعاون مع المنظمات الدولية وتحديد الأولويات اللي محتاجينها الناس في الوقت الحالي. طبعا هذه المشاورات مع منظمة أفاد ومنظمة الإيهاها والمسؤولين في جمهورية تركيا، وقمنا قبل قليل بزيارة نائب الوالي كهرمان مرعش ويعني تشاورنا معه في تحديد الأولويات وحددوها أن الناس محتاجة إلى الخيام والبطانيات واللي هم يسمونها الكرفانات، يعني المنازل المؤقتة، والله يكرمكم، الحمامات المؤقتة، طبعا بالإضافة إلى الوجبات والأمور هذه. يعني لكن هذه في أمور الكثير تدخل فيها، يعني احنا وصول يعني نشوف بالشارع الوجبات في كل مكان تقدم يعني للناس بشكل عشوائي، والكل يعني يساعد الكل ويساعد الكل. احنا امس كنا نبحث عن مطعم نتغدى فيه ونتعشى بنفس الوقت، قالوا لنا المطعم مسكر يعني ويقدم وجبات مجانيه لجميع الناس. طبعا هذه في الوقت الحالي هي الى جانب الحاجه الاساسيه. نعم، الى جانب يعني السكن المؤقت، طيب الى جانب السكن المؤقت، ما هو دوركم في ايصال المواد الغذائيه الى جانب ايضا المواد الاساسيه اللي هي اللي يعني الطبيه؟ اعتقد ان الكثير من الناس الان محتاج الى ادويه. نعم، هذا احنا قمنا في الرحلتين الجويه بالتعاون مع وزاره الصحه مشكوره ايصال المواد الطبيه والاساسيه المحتاجينها. عندنا تواصل مع المسؤولين في وزاره الصحه التركيه، هم يرسلون لنا هذه القوائم والحاجات الضرورية وإحنا نشوف بقدر المستطاع المتاح أمامنا بشكل عاجل ومنفذ. بعض الأمور وبعض المواد متاحة في دولة تركيا إن إحنا نشتريها عن طريق المنظمات والجمعيات الرسمية ونقدمها بدل أن يعني تكلفنا عناء السفر من دولة إلى دولة. فإحنا نحاول أن يعني الأماكن، بعض الحاجات اللي قالوا فيها شح عندهم مثل الخيام، قالوا يعني صار في أزمة في المصانع في تركيا لأن الضغط شديد عليهم والحاجة أكبر من الإنتاج اللي يتم. فقاموا ما شاء الله جمعيات كويتية كثيرة في شراء الخيام من دول مختلفة وإيصالها في إلى تركيا. بعض الأمور أصبحت غير متاحة مثل الدفايات اللي هي يسمونها الصوبة اللي هي على الغاز أو اللي هو الفحم، أصبحت غير متوفرة يعني بشكل كبير بالسوق. صار يعني هناك بعض المنظمات خبرتنا ان هي قامت تنتج مثل هذه الصوبات او الخيم تصنعها بشكل محلي علشان تغطي الحاجه. فمثل هذه المشاورات وهذه الاجتماعات اللي قمنا فيها مع المنظمات الدوليه في كهرمان مرعش هي اللي تساعدنا في احنا تحديد الحاجات والاولويات بحيث ان ما نتوجه يعني لجانب اغاثي ونهمل جانب اخر، وما يعني نقدم الحاجه في
ولاية على حساب ولاية أخرى، التنسيق والتعاون هو اللي ينظم العملية. طيب أستاذ محمود، هل لك رسالة يعني أخيرة في هذا اللقاء تحب توجهها عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت؟ طبعا أهل الكويت ما يحتاجون نحن نوصيهم، الكل شاهد الأزمة عبر يعني شاشات التلفاز، إخواننا يعني في كرب عظيم رغم إمكانيات يعني دولة تركيا الكبيرة والكوادر البشرية الكبيرة وإمكانياتها الاقتصادية، إلا أن الأزمة يعني فاقت طاقتهم بحجم الدمار. يعني شاهدنا يعني الله يعني يشفك عوقهم، الناس يعني بالآلاف بالشارع، أسر إلى الآن تنتظر أسرها بالأمطار. يعني أنا اليوم أو أمس بالليل خرجت أشتري ماي تجمدت من البرد وأنا لابس كامل لبسي، فما بالك الناس في يعني في العراء، خيمة قطعة قماش، درجة حرارة أمس 6 مايلز تقريبا بالليل. الآن أنا أكلمك شوي أرتجف لأني نزلت من السيارة، فالحاجة شديدة وكبيرة، لكن احنا إن شاء الله نعين الناس والمتبرعين ونوجههم للحاجة الرئيسية في الوقت الحالي اللي ذكرناها سابقا. نعم أستاذ محمود من مدينة مرعش، كهرمان مرعش، رئيس قطاع الإغاثة والمشاريع في الجمعية الكويتية للإغاثة، كل الشكر وجزاكم الله خير.